إذن سيداتي يا نساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط الرابع للخيل المهجن الأصيل من السردة والإنتاج الدرجة المبتدئة والفاز بسباق أو سباقين مسافة 1800 متر، كود في مدهش هايل مستر مكلارن دارتفورد ودوراندا ماكرس لين برسيدا سيملس وغولد رود نوين شادو وان كريدبل. ينطلق الشوط مع سيد مبارك بن سيد النعيمي والجواد كوندرود والمدرب ماجد سيف الدين والبيرتو سانا. ثانيا مع الجواد رقم 9 سيملس السادة مربط المرقاب مارفن سيورلاند وزهير محسن. ثالثا مع برسيد السيد احمد حسن المالكي الجهني والمعتصم البلوشي والمدرب حمد الجهني الان ثالثا. ومحاولة رابعا مع الجواد رقم 3 هاي السادة مربط انجازه وهاري بنتلي جاسم الغزالي في رابع المراكز. خامسا معهم قرن والجوادة رقم 2 مدهش جي فايكينج الآن في خامس المراكز. محاولة مع برسيدة سيد أحمد حسن المالكي الجهني. إذن لا تزال الصدارة مع الجود جولد رودة سيد مبارك بن سعيد النعيمي والبرتو سانا في المركز الأول. محاولة من الجود سيملس وزهير محسن مارفن سيورلاند الآن في ثاني المراكز. وثالثا محاولة مع الجهني والجواد برسيدا الآن برسيدا والمحتصم البلوشي. إذن الخط المستقيم باتجاه خط النهاية السيد مبارك سيد النعيمي الآن وغولدن رود غولدن رود الآن والبيتو سانا ماجد سيف الدين. محاولة من مربط المرقاب سيملس ولكن غولدن رود الآن غولدن رود السيد مبارك سيد النعيمي البيتو سانا الآن محاولة قوية سيملس محاولة قوية محاولة من مدهشة هم قرن الآن ولكن الجواد غولدن رود جولدن رود ومدهشة مدهشة الآن محاولة قوية مدهشة لكن جولدن رود محاولة قوية من مدهش لكن جولدن رود ملك السيد مبارك السيد النعيمي والمدرب ماجد سيف الدين والبرتو سانا الخيالة لهذا الجواد. ألف مبروك لسيد مبارك سيد الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 11 جولدن رود ملك سيد مبارك سيد النعيمي مدرب ماجد سيف الدين وخيال البرتو سانا. ثانيا مدهش ملك سادام قرن والخيال جي فايكينج والمدرب الباندي بيول. ثالثا مع الجواد رقم 9 سيملس ملك سادا مربط المرقاب والمدرب زير محسن والخيال مارفن سيورلاند. رابعا مع الجواد رقم 8 برشيدة ملك السيد أحمد حسن الجهني والخيال المعتصم البلوشي والمدرب حسن حمد الجهني. ورابع خامسا مع الجواد رقم 7 مكشن لين ملك السيد أحمد حسن المالكي والخيال فالح بغنيم المدرب حمد الجهني. ألف مبروك.